بث تنظيم الدولة الإسلامية مقطع فيديو جديد الثلاثاء يظهر مقاتلا أستراليا تابعا للتنظيم يدعو لتنفيذ هجمات في بلاده ويدعو المسلمين في أستراليا للقتال. ويحكي المقاتل أبو بكر الكمبودي عن تحوله من البوذية إلى الإسلام وانضمامه لتنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر حاليا على مساحات كبيرة من العراق وسوريا، كما يشيد بعدد من المقاتلين التابعين للتنظيم الذين نفذوا هجمات في أستراليا في السابق. وكانت أستراليا قد أحبطت هجوما إرهابيا الأسبوع الجاري بعد أن اعتقلت 5 شبان كانوا يخططون لشن هجوم إرهابي يستلهم هجمات تنظيم الدولة الإسلامية ويستهدف ضباط شرطة أثناء مراسم لإحياء الذكرى المئوية لنزول القوات الأسترالية في جاليبولي أثناء الحرب العالمية الأولى. ويأتي مقطع الفيديو الجديد بعد أشهر من قيام مسلح تابع للتنظيم بالهجوم على مقهى بوسط سيدني واحتجاز من كانوا به كرهائن في ديسمبر الماضي. واستمرت المواجهات بين الأمن ومنفذ الهجوم لنحو 17 ساعة مما أسفر عن مقتل منفذ الهجوم واثنين من الرهائن، الأمر الذي دفع السلطات إلى تجديد قواعد الهجرة إلى أستراليا والنظر من جديد في قوانين مكافحة الإرهاب. وتأتي هذه الهجمات ردا على مشاركة أستراليا في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، والذي تعتقد السلطات الأسترالية أن 70 على الأقل من مواطنيها يقاتلون ضمن صفوفه. محمد مجدي، رويترز.